السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم رياضيات الصف السادس ابتدائي المنهج الجديد. وصلنا إلى موضوع طرح الأعداد الصحيحة. راح نشرح الموضوع ونحن فقرة أتأكد. طرح الأعداد الصحيحة. طرح الأعداد الصحيحة بطريقتين. الطريقة الأولى هي استعمال مستقيم الأعداد، وهذه الطريقة احنا تعلمناها في الدروس السابقة شلون نستعمل مستقيم الأعداد في جمع الأعداد الصحيحة. نفس الطريقة هي في طرح الأعداد الصحيحة. الطريقة الثانية وهي استعمال النظير الجمعي، استعمال النظير الجمعي المعكوس. النظير الجمعي، شنو المقصود بالنظير الجمعي؟ النظير الجمعي هو العدد نفسه بإشارة مختلفة. يعني سالب 9 النظير الجمعي هو موجب 9، موجب 3 النظير الجمعي هو سالب 3، سالب 8 النظير الجمعي هو موجب 8. يعني العدد نفسه بإشارة مختلفة، العدد نفسه بإشارة مختلفة. هنا أنا إشارة سالب، النظير الجمعي موجب، نفس العدد. هنا أنا الإشارة موجب، النظير الجمعي سالب. هنا أنا الإشارة سالب، النظير الجمعي موجب. العدد نفسه لكن الإشارة مختلفة، هذا يسمى النظير الجمعي. هسه نحل هذا المثال. جد ناتج باستعمال جملة جمع. يجيني هيك سؤال، وموجود هذا الصيغة السؤال في فقرة أتأكد. جد ناتج باستعمال جملة الجمع. 5 ناقص 8. 5 ناقص 8. راح نطلع الناتج باستعمال جملة الجمع لإيجاد ناتج الطرح. هنا عندنا هذا طرح، هنا العملية شنو؟ العملية طرح. لإيجاد ناتج الطرح باستعمال جملة جمع اللي منطيني اياها محددها لي بالسؤال. شنو المقصود بجملة الجمع؟ هي النظير الجمعي. نتبع الخطوات. يعني لإيجاد ناتج الطرح اللي هو 5 ناقص 8 باستعمال جملة الجمع النظير الجمعي، نتبع الخطوات. اولا نقلب عملية الطرح الى جمع. اول خطوة نسويها في عملية الطرح، اذا العملية طرح ونريد نستعمل جملة الجمع اللي هي نظير الجمعي، شو نسوي اول خطوة؟ نقلب عملية الطرح الى جمع. يعني هذه عملية الطرح راح تنقلب الى جمع. الخطوة الثانية نعكس اشارة المطروح. من المطروح؟ العدد الثاني مو العدد الاول. العدد الاول ما لنا علاقة به، العدد الاول يبقى نفسه اذا كان موجب، اذا كان سالب ما لنا علاقة به. المطروح فقط هو اللي تتغير اشارته، فقط تتغير اشارته. يعني اذا كان سالب يصير موجب، واذا كان موجب يصير سالب. فقط المطروح يعني العدد الثاني. ثم نستعمل جمع الاشارات. يعني من راح نقلب العملية الطرح الى جمع، نحول العدد الثاني، نحول اشارته، بعدين نجمع، بعدين تتحول هي العملية اصلا الى جمع. هسه هنا عندنا 5 ناقص 8، هاي الخمسة تبقى نفسها، هذا العدد الأول يبقى نفسه 5. الخطوة الأولى هي نقلب عملية الطرح إلى جمع، يعني هذه عملية الطرح راح تنقلب إلى جمع. الخطوة الثانية نعكس إشارة المطروح، هنا عندنا 8 شنو إشارتها؟ إشارتها موجبة، تتحول إلى سالب، يعني نقول هنا زائد سالب 8. صار واضح؟ أول خطوة انه نقلب عملية الطرح الى جمع، قلبنا عملية الطرح قلبناها الى عملية جمع. والخطوة الثانية نعكس اشارة المطروح، يعني هذا هنا عندنا موجب 8 صارت سالب 8. ثم نستعمل جمع الاشارات. هسه راح نستعمل طريقة جمع الاشارات. هنا عندنا الاشارات مختلفة، هنا عندنا اشارة موجبة وهنا عندنا اشارة سالبة. ننزل اشارة العدد الاكبر. من العدد الاكبر؟ 8 اكبر من 5، اذا 8 الاكبر اشارته سالب، اذا راح تصير الاشارة سالب. هسه راح نطرح، لان اشارات هنا مختلفة، فنقول هنا 8 ناقص 5 3، اذا الناتج هو سالب 3، سالب 3. صار واضح؟ هذه الطريقة اللي هي طريقة النظير الجمعي. اذا اريد نستعمل الطريقة الثانية وهي طريقة خط مستقيم الأعداد، هنا راح نرسم خط مستقيم الأعداد. نرسم خط مستقيم الأعداد. هنا عندنا 5 و
هنا عندنا 5 ناقص 8 يعني 5 موجبة، هنا نخلي الصفر في الوسط. 5 موجبة يعني هنا راح أسوي 5 خطوات نحو جهة اليمين. هنا 1 2 3 4 5، هنا عندنا موجب 5. ناقص 8 ناقص 8 يعني شنو؟ يعني راح أرجع، أنا راح أرجع باتجاه معاكس نحو جهة اليسار. هنا نقول الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة، الخطوة السادسة اللي هي هنا عندنا سالب 1، والخطوة السابعة اللي هي سالب 2، والخطوة الثامنة اللي هي سالب 3. هنا رجعت 8 خطوات باتجاه معاكس لأن الإشارة سالبة، لأن هنا عندنا ناقص، ناقص 8. إذن هنا عندنا الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة، الخطوة السادسة، الخطوة السابعة، الخطوة الثامنة. إذن وصلت هنا الحد سالب 3، سالب 3. صار واضح؟ هذه هي طريقة خط مستقيم الأعداد، وهذه هي طريقة النظير الجمعي. الناتج هو سالب 3. نحل فقرة تأكد صفحة 18. أجد الناتج مستعملا جملة جمع، يعني هنا راح نستعمل طريقة النظير الجمعي. النقطة الأولى 9 ناقص 4، يعني موجب 9 ناقص 4. هنا إذا أريد نستعمل طريقة النظير الجمعي، أول خطوة أنه نقلب عملية الطرح إلى عملية جمع. هذه عملية الطرح نقلبها إلى عملية جمع. العدد الأول، العدد الأول ما لنا علاقة به، النزلة، النزلة يعني الإشارة نفسها ننزلها، ما نغير بالعدد الأول. عملية الطرح تتحول إلى عملية جمع، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية هنا راح نغير إشارة المطروح اللي هو العدد الثاني، راح تتغير إشارته. هنا شنو إشارة الأربعة؟ إشارتها موجبة، راح تتحول إلى سالب، هنا نقول سالب 4 ويساوي. هسه راح نستعمل طريقة الجمع. هنا عندنا الإشارات مختلفة، الإشارات مختلفة. هنا عندنا 9 موجب 9 وسالب 4، نضع إشارة العدد الأكبر. منو عدد الأكبر؟ 9 عدد الأكبر، إشارتها موجبة، إذا راح تكون الإشارة موجبة. وراح نطرح، راح نقول 9 ناقص 4 5، يعني موجب 5، يعني 9 ناقص 4 هو يساوي 5. بس من نستعمل طريقة النظير الجمعي، راح هنا نقلب عملية الطرح إلى عملية جمع، ونغير إشارة العدد الثاني، وهنا راح نجمع الإشارات مختلفة، ننزل إشارة العدد الأكبر اللي هي الموجبة ونطرح. هذا تعلمناه في درس جمع الأعداد الصحيحة، شلون نجمع الأعداد الصحيحة. إذا الإشارات مختلفة تتحول العملية إلى طرح. 9 ناقص 4 5. النقطة الثانية، موجب 15 ناقص سالب 7. هنا راح نتبع الخطوات. العدد الأول ننزله كما هو 15. الخطوة الأولى نحول عملية الطرح إلى عملية جمع، راح يصير هنا زائد. تتغير إشارة العدد الثاني، هنا شنو إشارة؟ إشارة السبعة هنا سالبة، راح يصير هنا موجب، يعني راح يقول 15 زائد 7 ويساوي. هنا أنا راح نجمع الإشارات متشابهة، موجب بموجب، فراح رأسا نجمع نقول 5 زائد 7 12 2 1، عاد التسمية 1 زائد 1 2، إذن الناتج هو 22. النقطة الثالثة 5 ناقص 7. الخمسة ننزلها، عملية الطرح تتحول إلى عملية جمع. هنا عندنا الإشارة العدد الثاني 7 موجبة، تتحول إلى سالب، راح يصير سالب 7 ويساوي. الإشارات هنا مختلفة، هنا إشارة موجبة وهنا إشارة سالبة، ننزل إشارة العدد الأكبر. من العدد الأكبر؟ 7، إشارتها سالبة، إذن راح ننزل إشارة السالبة، وبعدين نطرح نقول 7 ناقص 5 2، إذن الناتج هو سالب 2. النقطة الرابعة، موجب 8 ناقص سالب 23. 8 ننزلها، إشارة العفو عملية الطرح تتحول إلى عملية جمع. إشارة العدد الثاني تتحول، هنا عندنا سالبة، النظير الجمعي موجبة، فهنا راح تتحول إلى موجب 23 ويساوي. هنا الإشارات متشابهة، موجب وموجب، فرأسا أجمع أقول 8 زائد 3 11
واحد واحد إعادة تسمية، واحد زائد اثنين ثلاثة، إذن الناتج هو 31. النقطة الخامسة، سالب 24 زائد 16. هنا عندنا الإشارات، هنا عندنا العملية عملية جمع مو عملية طرح، حتى نحولها إلى عملية طرح وهذه لا، هنا رأسا هي عملية جمع، الإشارات مختلفة، رأسا راح نطلع الناتج. هنا عندنا الإشارة سالبة وهنا عندنا الإشارة موجبة، منو العدد الأكبر؟ العدد الأكبر 24، الإشارة سالبة، إذن راح يكون الناتج هو إشارة سالبة. وبعدين نطرح نقول 24 ناقص 16، 4 ناقص 6 ما يصير، ناخذ من الثنين، الثنين راح يصير 1 والأربعة صير 14، 14 ناقص 6 8، 1 ناقص 1 0، إذن الناتج هو سالب 8. النقطة السادسة، سالب 58 ناقص، هنا عندنا سالب 37، هذه سالب 58 ننزلها، سالب 58 تتحول عملية الطرح إلى عملية جمع، وتتحول إشارة العدد الثاني، هنا إشارته سالبة راح يصير موجبة، يعني زائد 37 ويساوي. هنا شنو الإشارات؟ الإشارات مختلفة، ننزل إشارة العدد الأكبر، من العدد الأكبر 58 هو الأكبر، راح هنا تصير الإشارة سالبة، وراح نطرح نقول 8 ناقص 7 1، 5 ناقص 3 2، إذن الناتج هو سالب 21. هنا أنا بس أريد أوضح ملاحظة، إنه من نقول هنا العدد الأكبر مو تتخربطون وتقولون إن العدد الموجب هو الأكبر، يعني أكبر من الأعداد السالبة مثل ما تعلمناها في المقارنة الأعداد الصحيحة، لا، هنا المقصود بالعدد الأكبر العدد فقط، ما لنا علاقة بالإشارات، يعني هاي سالب 58 وهنا موجب 37، مو تقولون إنه الأكبر هو 37 باعتباره موجب، لا، هنا فقط يعني نباوع بس على الأعداد في هذا الموضوع، فقط نباوع على الأعداد، نقول هنا 58 هي أكبر من 37، صار واضح؟ بس تنتبهون على هذه الحالة. النقطة السابعة، قطار انطلق من محطة القطار في مدينة بغداد باتجاه الجنوب، فقطع مسافة 278 كيلومتر وتوقف عند محطة ألف، ثم عاد بعكس الاتجاه فقطع مسافة 122 كيلومتر وتوقف عند محطة باء، ثم عاد مرة أخرى بعكس الاتجاه فقطع مسافة 16 كيلومتر وتوقف عند المحطة جيم، ما موقع المحطة جيم بالنسبة إلى محطة القطار في مدينة بغداد؟ هنا هسه نجي نشوف الأعداد خطوة خطوة. هنا يقول محطة القطار انطلق من محطة القطار في مدينة بغداد باتجاه الجنوب، فقطع مسافة شقد؟ يعني 278 كيلومتر. المسافة شقد قطعها؟ 278، يعني 278 هنا شنو؟ موجبة، 278 موجبة، وتوقف عند المحطة ألف، يعني بالمحطة ألف المسافة شقد؟ هنا 278، يعني هنا نقول 278 هذه محطة ألف، هذه محطة ألف، ثم عادة من تشوفون هنا ثم، معناها هنا العملية جمع، من يعني تشوفون هنا كلمة ثم معناها هنا العملية جمع، فهنا نقول زائد. عادة بعكس الاتجاه، بعكس الاتجاه، بعكس الاتجاه شنو يدل؟ إذا هنا عندنا هذه المسافة موجبة وهو عاد بعكس الاتجاه، يعني هنا شنو؟ بعكس الاتجاه يعني الإشارة تغيرت، هنا الإشارة تغيرت، راح يصير سالبة لأن هذا عندنا العدد موجب، وهنا يقول عاد بعكس الاتجاه، وهنا يقول بعكس الاتجاه يعني الإشارة راح تصير سالبة، فقطع مسافة 122 كيلومتر وتوقف عند المحطة باء، يعني 122 هنا شنو إشارتها؟ إشارتها سالبة، إشارتها سالبة لأن بعكس الاتجاه، فهنا نقول سالب 122 هذه محطة باء. نكمل، ثم عادة، ثم هنا كلمة ثم معناها إنه شنو؟ هنا العملية عملية جمع، ثم عاد مرة أخرى بعكس الاتجاه،
يعني رجع مرة ثانية بعكس الاتجاه. احنا اخر اتجاه اللي مشى بيه القطار شقيت سالب 122، وهنا يقول عادة بعكس الاتجاه، يعني هنا عندنا موجبة راح تصير المسافة، فقطع مسافة 16 كيلومتر، يعني موجب 16، موجب 16، وتوقف عند المحطة جيم، يعني هنا نقول موجب 16، وهذه هي محطة جيم. ما موقع المحطة جيم بالنسبة إلى محطة القطار في مدينة بغداد؟ هنا صار عندنا العملية عملية جمع. هنا عندنا موجب 278 كيلومتر زائد سالب 122 كيلومتر زائد 16 كيلومتر. هنا خليني أوضحها لكم بطريقة الرسم قبل لا نبدي نحل. هنا هذه هي محطة القطار، محطة القطار في بغداد، توجه القطار نحو الجنوب، توجه القطار نحو الجنوب، عنده هنا المحطة ألف، قطع شقد هنا المسافة، قطع 278، ثم عاد باتجاه معاكس، يعني أول مرة هيجي اتجاه القطار، أول مرة هيجي اتجاه القطار، بعدين عاد باتجاه معاكس وقطع مسافة سالب 122، يعني هنا السالبة، لأن ليش قلنا سالبة؟ لأن باتجاه معاكس قطع مسافة شقد 122، يعني هنا نقول هذا عندنا محطة ألف، وهنا عندنا محطة باء اللي هي 122، عاد في اتجاه معاكس، زين. ثم رجع مرة أخرى واتجه باتجاه معاكس وقطع مسافة 16 كيلومتر، يعني من هذه المحطة باء هنا كذلك قطع مسافة شقد 16 كيلومتر في نفس الاتجاه الأول، في نفس الاتجاه الأول، يعني هنا مسافة هاي محطة جيم، هنا قطع مسافة 16، صار واضح؟ هذا هو المخطط، هذا هو المخطط. هنا يريد المسافة بين محطة جيم، طبعا هذا مثال يعني مخطط توضيحي، بين المحطة جيم وبين محطة القطار في بغداد، صار واضح؟ هذا هو المخطط. هنا راح يصير هذا موجب، المحطة جيم موجب، هنا من رجع في نفس الاتجاه صار سالب لأن عكس الإشارة، بعدين رجع في الاتجاه اتجاه معاكس للمحطة باء، فهنا راح يصير الإشارة 16 إشارة موجبة. هسه شو نسوي؟ راح نجمع 278 زائد سالب، هنا سالب 122. هنا شنو الإشارات؟ الإشارات مختلفة، ننزل إشارة العدد الأكبر، من العدد الأكبر 278، إذا راح تكون الإشارة موجبة، الإشارة راح تكون موجبة. هنا الإشارة موجبة راح نطرح، نقول 8 ناقص 2 6، 7 ناقص 2 5، 1 ناقص 2 ناقص 1 واحد، إذن 156 كيلومتر، 156 كيلومتر زائد 16، موجب 16 كيلومتر ويساوي. هنا صار عندي عددين، الإشارات هنا متشابهة موجب بموجب، فرأساً أجمع أقول 6 زائد 6 12، 2 و1 إعادة تسمية، 1 زائد 5 6، 6 زائد 1 7، وهذا الواحد ينزل. إذن المسافة في محطة جيم هي 172 كيلومتر بالنسبة إلى محطة القطار في بغداد. النقطة الثامنة، بلغت درجة الحرارة في أحد الأيام في القطب الشمالي سالب 20 سيليزية عند الساعة 12 ظهرا، يعني سالب 20، يعني سالب 20 تحت الصفر، يعني ثلوج، هذه في الساعة 12 ظهرا، وبدأت تنخفض بمعدل درجتين كل ساعة، فكم تصبح درجة الحرارة عند الساعة 6 مساء؟ يعني هي في الساعة 12 الظهر شقد درجة الحرارة؟ سالب 20، وكل ساعة راح تنخفض بمعدل درجتين، كل ساعة راح تنخفض بمعدل درجتين، يعني هاي سالب 20 راح تبتعد من الصفر، راح تبتعد من الصفر درجتين درجتين كل ساعة، زين. هي الساعة 12 ظهرا،
إلى الساعة 6 مساء. كم ساعة هنا؟ كم ساعة؟ يعني في الساعة الواحدة نقصد درجتين، والساعة الثانية نقصد كذلك درجتين، والساعة الثالثة نقصد درجتين، والساعة الرابعة نقصد درجتين، والساعة الخامسة نقصد درجتين، والساعة السادسة نقصد درجتين، والساعة السادسة نقصد درجتين. يعني هنا كم ساعة بين الـ 12 وبين الستة؟ ست ساعات. ست ساعات، وهي كل ساعة تنخفض درجتين. إذا راح نقول 2 في 6، 2 في 6 حتى نعرف درجة الحرارة إيش قد انخفضت. هنا نقول 2 في 6 إيش قد يساوي؟ 12. يعني 12 درجة انخفضت درجة الحرارة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 مساء. 12 درجة انخفضت، صار واضح؟ إذا نقول 12 سيليزية هو معدل انخفاض درجة الحرارة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 مساء. زين، هي الساعة 12 ظهر إيش قد كانت درجة الحرارة؟ درجة الحرارة كان سالب 20. سالب 20، هنا نقول سالب 20 زائد 12، هنا 12 راح يصير سالب. ليش؟ لأن انخفاض، لأن هذا انخفاض، فراح تكون الإشارة هنا 12 سالبة، سالب 12. ليش؟ لأن انخفاض، لأن درجة الحرارة تنخفض، لأن هنا درجة الحرارة في انخفاض، درجة الحرارة في انخفاض، يعني جاي درجة الحرارة جاي تبتعد عن الصفر. فهنا نقول يساوي، الإشارات هنا متشابهة، سالب بسالب انزل إشارة واحدة من عندهم، وهنا راح نجمع نقول 20 زائد 12 0 زائد 2 2 و 2 زائد 1 3. إذا سالب 32 سيليزية. إذا نقول سالب 32 سيليزية هي درجة الحرارة في 6 مساء. فقرة أتحدث كيف أجد ناتج الطرح 29 ناقص سالب 19. هنا نقول 29 ناقص سالب 19. هنا عندنا إذا نستعمل طريقة النظير الجمعي، هذا العدد هنا 29 ننزله، هنا عملية الطرح تتحول إلى عملية جمع. نغير إشارة العدد الثاني، هنا عندنا إشارة سالبة راح تصير إشارة موجبة، يعني موجب 19 ويساوي. هنا عندنا الإشارات متشابهة موجب وموجب، إذا الإشارة راح تكون في الناتج إشارة موجبة. وهنا راح أجمع أقول 9 زائد 9 18 8 1 إعادة تسمية، 1 زائد 2 3 3 زائد 1 4. إذا الناتج هو 48، وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.